حليمة بولند أو جميلة الشاشة الخليجية، أهلا وسهلا فيك بحديث البلد. أنت إعلامية كويتية معروفة من أكثر من 12 سنة، قدرت خلالها تحققي نجومية وانتشار بكل العالم العربي، وأنت ضيفتنا الليلة لأنك أول إعلامية خليجية بتدخل مصر ببرنامج منوع خاص فيها، رح ينعرض بعد شهر رمضان المبارك عبر قناة المحور. اهلا وسهلا فيك اولا منى، سعيده جدا بوجودي معك مع اعلاميه جميله كتير ومتميزه مثلك حبيبتي، شهدت حق هذه وسعيده بوجودي معكم اكيد. يا هلا يعني يا هلا. نحن كمان البرنامج بلدي الثاني لبنان بصراحه اللي احبها كثير يعني، ولبنان لها فضل كبير علي مثل ما بلدي الكويت لها فضل نحن كبير. كلنا سعيدين فيتشي و فيتشي والبرنامج بيصير احلى احلى بوجودك حليمه، لانك انت وين ما بتحلي بتزرعي البسمه وبتزرعي الفرحه. حليمه، شو المواصفات اللي عندك اياها وخلت العالم العربي ومصر تحديدا تفتح لك ابوابها؟ والله اولا اقول توفيق من الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد. يعني الحظ اليوم كمان انا اكون صريحه يلعب دور في ظل وجود عوامل أخرى، يعني أحياناً كثير ناس موهوبين صح وكثير أذكياء في مجال عملهم وعندهم صح كثير يعني إبداعات حلوة، لكن الحظ ما يساعدهم صح. أنا اليوم الحمد لله توفيق من رب العالمين، بالإضافة إلى أني خريجة كلية الإعلام جامعة الكويت تخصص إذاعة وتلفزيون، بالإضافة إلى اني يعني ربما الشكل ايضا ساعد عشان اكون في القبول كمان. لا الشكل اسم الله يعني اللي بدي اقوله معروفين البنات الخليجيه بجمالهم العربي القوي، العيون الكبيره والمنخار الصغير والشفاف الحلوه، يعني من اجمل البنات هي البنات الخليجيه. تسلم حقيقة. حقيقة. يعني شفافك حلوين شفافك شفافك. هلا اللي بيشوف عيونها بعد بيطلع بشفافها، مش معقوله. واحد بيركبش بين اثنين ملحق مثال ملحق. وفي كمان حليمه بدي اضيف القبول اللي عندك، يعني انت حدا عندك كل هالمواصفات وحتى بنفس الوقت عنده كاريزما وقريب من طبعا هي شهاده كبيره من ملكه القبول من ابو حمزه. حبيبتي حبيبتي حليمه مثل هيك وباللهجه الخليجيه رح نتغزل فيك من حديث البلد. برنامجك رح يكون اسمه القلب وما يريد، وسبق وبدأت بتصوير حلقاته وبتستضيفي فيه أهم نجوم وشخصيات العالم العربي صحيح. بحوار وجداني بلامس القلب وما يريد مثل صحيح. ما بتقولي عرفنا أنه بعد ما استضفت ولا شخصية لبنانية. إذا اليوم بدك تتوجهي من حديث البلد بدعوة لفنان أو فنانة لبنانية، مين بتنقي؟ اللي بحبه كثير واستضفته معي في برنامجي حليمة بوند برمضان اللي فات نعم. وكانت ضيفة كثير دمها خفيف وحبوبة وقالت كلام كثير حلو عن الغنية، لأن أنا غنيت غنيتها نعم. أنا وبنتي وهي نانسي عجرم يعني حلو. لكن اليوم في دعوة لبرنامج القلب وما يريد من قبل حليمة بولند لا نانسي عجرم. حليمة بشهر رمضان المبارك معروض عليك برنامج حواري عبر قناة المحور وبرنامج المسابقات وفوازير ضخم عبر محطة خليجية، رح تقدري توفقي بين الاثنين؟ لا أفضل مصر يكون برنامج طيلة العام نعم. أما تعود الجمهور علي على مدى سنوات طويلة أن كل سنة لازم فوازير وجيم شو ومسابقات تكون خفيفة لشهر رمضان في قناة خليج. حليمة أنت مواليد الكويت صحيح، من طفولتك انجذبت لعالم الأضواء والتلفزيون وكنت تشاركي ببرامج الأطفال إضافة لتميزك بالدراسة، بس اللافت أنك ما كنت تهتمي أبدا ولا بال يعني اللبس مثل ما بيقولوا الترندي ولا بالمكياج. طالبة مثالية لأقصى درجة، أروح المدرسة أنا أمي لأنها مدرسة تربية إسلامية بنفس المدرسة اللي أنا فيها،
فكنت البس اسكر الازرارات، شو بتسموا الازرارات؟ صح اخر شيء، وشعري جدوله طويله، شعري كان طويل اسود، ف وكله بس دراسه ومدرسه وهيك. بعدين اول ما بعدين دخلت الجامعه انطلق فتحتي لي. حليمه بالجامعه تعرفتي على عبد السلام الخبازي. مزبوط لفظتها، مش مثل ما هو عم بجرب يحكي خليجي وعم تزبط معه. لا منى خلاص، لا منى عم تحكي منى يعني تقطع لها كم كلمه خليجيه بتزبط معها، بس انت ميشيل بالمره هيدا التشي والتشي والتشي ما مزبوط. انت بالمره ما عم بركي التشا والتشا والتشا خربت لهجتنا الخليجيه. لانه هيدا شيء شامل. بدك تقول لها شو تنبسط، تنبسط منك وتطلع فيها وبتقول لها فديتش 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 مضبوط هيك فديتش بدمك فديتش قلبك. حليمة لكن بالجامعة تعرفتي على عبد السلام الخبازي وتزوجته لما كنت بآخر سنة، بنوجه له تحية كبيرة، وبالتزامن مع انطلاقتك الإعلامية عبر تلفزيون الكويت، واليوم عندكم ماريا أو ماريا بتعيتيلا. هي بالاسم بالجنسية والجواز مريم على اسم أم زوجي، لكن اسم الدلع اللي إحنا ندلعها إياه على طول ماريا، لأن أنا كنت بماريا وزوجي كان يبي مريم، فقررنا اسم الدلع ماريا واسمها بالجواز والجنسية. على كل حال من أجمل الأسماء المقدسة يعني. عمرها سنتين الله يخليها، رح نشوف صورة يا نوسة. لا أخشتكم. وأنا أمي اسمها مريم. عم نشوف صورها على السكرين. الله يرحمها. لابسين أنت وياها. هاي بعيد ميلادها 22/4 الشهر اللي فات كان عيد ميلادها. يا نوسة يا نوسة. احتفلنا فيه على التي في. أيوة. في الكويت احتفلنا فيه على الهواء مباشرة. بنتي على فكرة صار لها فانز بعد في الكويت وفي الخليج. أكيد مينيموم على هالصورة. وما بنسى شهادة النجمة الجميلة جدا قبل شوي قلت لك نانسي عجرم، لما قالت شفتها في الفيديو كليب في برنامجي. نعم. قالت بتتاكل قد منها حلوة ودمها خفيف وبتعمل حركات، وغنينا أغنية طبعا لازم كنا ناخذ الإذن من نانسي ومن جيجي لاماريا. يا نور اللي هي يا بنت يا بنت يا بنت يلا خلص يلا يلا هلا عم شوف الصورة وصلنا بالجو يلا. يا بنات يا بنات يا بنات دل ما خلصش بنات عمري ما داقي الحنية ولا دقش الحلوية حلوة الأيام بعنية علشان خلصت بنية. ناوية تني عن قريب سبقتك نادين ولحقتها ان شاء الله قريبه. احلى شيء عن جد. طيب هيدي لحقتها ان شاء الله قريبا طلعت شاميه شوي. ايه عارفه ليه؟ لان كنت فوازير كثير بقلد شخصيات شاميه وتحديدا باب الحاره. فما بنساها لهلا لما بنزل على الشام مثلا قبل الله يتمم ان شاء الله الاوضاع على خير يا رب يا رب ويعديها على خير بالاصح ويتمم الامن والسلام قريبا يا رب في الشام. فقبل كنت اول ما يشوفوني يقولوا لي أربع مباريم وأساور وحلق مشنشن، فأنا كنت بقلد باب الحارة بالبرومو تبعي، فكتير أخذت على السوري الشامي. على كل حال أنت عندك يعني هالموهبة، يعني موهبة التقليد ودائما خفيفة الظل يعني وحركة على الشاشة. حليمة كتار قلدوك وقلدوا أسلوبك بالمحاورة، أيمتى بيستفزك وأيمتى بالعكس بتحسي فلاترينج انه عملتي ترند؟ لا يعني بيستفزني لما يكون هناك تقمص لشخصيتي بشكل كبير. اما انبسط لما الاقي كمان يعني مذيعات او اعلاميتهم طالعين وانه لما يحكوا بيقولوا لا يعني اليوم نتمنى نوصل لجماهيريه او شعبيه حليمه في الوطن العربي او نجاحها العربي. يعني اليوم اتمنى ان كل وحده ونصيحه يكون لها ستايل خاص فيها ويكون لها روح خاصه فيها، لان طول ما هي تقلد غيرها ما راح تحقق اي نجاح. وانت هيك نجحت لانك تميزتي يعني عملتي بالضبط. ومن هديهم اغنيه امل ماهر، شو رايك؟ يلا.
الجمهور العربي رح يكون على موعد معك بكل برامجك القادمة خلال شهر رمضان وخلال أيام السنة الباقية. بس نحن بعد ما خلصنا أسئلتنا معك ومحضرين لك هيك انترفيو مهضوم، حليمة بولند وانترفيو الحياة. حليمة، أسخف شيء بالحياة؟ أسخف؟ اللي بقلدوني. أحضم شيء بالحياة؟ اللي بقلدوني. اللي بقلدوكي، هيدول اللي بقلدوكي هول. بالضبط اللي بقلدوني. لا بس هول أحضم شيء. هول أحضم شيء. ميشيل أحضم شيء. هيدا عم قوله. تقليد كثير حلو، بوجه له تحية وكثير له جمهور بالكويت بحبوا هضامته. ثانك يو. شو اللي ما لازم الإنسان يفوته بالحياة؟ لا. الفرصة. هذا سؤال غريب يعني. الفرصة لأنها تمر مر السحاب. نعم. فلازم نقتنصها. أكيد أكيد. شو في بعد الحياة؟ الآخرة. الآخرة. أكيد. الآخرة. الآخرة. أهم محطة بالحياة. أهم محطة؟ في محطات كثير انت جاي على بيتك. اكيد محطة البنزين اللي مرقنا فيها قبل ما نجي على النقاش. اكيد محطات كثير مهمة في حياة الانسان، لكن اهم المحطات هي محطات نجاحها، لانها هي التي تخلق لها هالوهج وهالسعادة في حياتها. ان شاء الله يا رب على طول. الحمد لله. ان شاء الله يا رب. شو مكتوب على كارتك يا حليمة؟ قدمي لنا دقيقة من عرض الفوازير. اها حلو. طيب حرام يعني، هيدا العرض حلو كثير وكل الناس بتتابعه كل سنه، بيطلع لنا دقيقه من حديث البلد. عندها فزوره. فزوره ولا بغني لكم اغنيه من احدى الشخصيات اللي قلتها الشحروره صباح. يلا اوكي يلا. شو رايكم؟ يلا تفضلي. بس خجلانه شوي. لا خلوني اغني اغنيتها يانا يانا. يا نايا يا من احلى اغانيها. اي عن جد وحتساعدني نادين اكيد في هالورطه. بساعدك بهالدور. يلا يلا نادين هول وانا الصوت. يا نايا يا نايا بحبيبي اموت انا، اموت انا بحبيبي اموت انا بلهيبي وعذابي لحبيبي.